والسلام عليكم. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو الاخبار؟ معكم ليسان، اهلا فيكم بفيديو جديد. حبايبي انا خطرت لي فكره الفيديو هلا الثانيه، قلت لا خلص لازم نفتح الكاميرا ونصورها. فكره فيديو اليوم هي حاعمل تحديات انا وماما. شلون يعني؟ يعني اول مره حاتحدى انا امي، اوكي؟ حنعمل تحديات كتير 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 غريبة هيك بشوارع اسطنبول ونشوف شو بيطلع معنا. التحدي هو انه حيكون على ورقة كلمة ايه وعلى ورقة ثانية كلمة لا، وانا حاعطيها اي تحدي، وهي اذا بتسحب كلمة لا معناها انا حساوي التحدي، اذا بتسحب كلمة ايه هي حتساوي التحدي. فاليوم حيشاركني بكل هالتحديات يا حرام ماما. وما شفت اليوم طالعه باربي كثير، انا الباربي الاولى اليوم. يعني بيسان اختارت لي مدير الشعر. يس، قلت لها اليوم بدك تطلعي موسى لانه حنصور فيديو. اوكي، الفيديو شرحت لها عنه انه تحديات، وهلا معي هدول ورقتين مكتوب عليها واحده نو وواحده يس. اوكي حبايبي، قبل ما تكملوا الفيديو بدي احكي لكم عن منتج كثير حلو نزل جديد من بنفت، انا جربته صراحه رهيب، اسمه فلف اب برو واكس. هلا حافتح لكم اياه وتشوفوا. هذا منتج جديد للحواجب، وبتعرفوا انتم يعني بنفت هنا مشهورين اكثر ناس بالحواجب والعنايه بالحواجب. سو نزلوا منتج جديد، هو عباره عن مسكره ومثبت للحواجب بدوم طول اليوم 24 ساعه، وكمان ضد المي والتعرق، وفيه زيت اركان لحتى ينعم ويغذي الشعر، يعني شعر الحواجب، وضد التقشير، ما بيأشر ابدا هذا الحلو فيه، وما بيبس يعني ما بيخلي حواجبكم تيبس. هلا حورجيكم قبل وبعد كيف حاعمل حواجبي. فيكم تستعملوا كمان منتجات ثانيه من بنفت حتى تكمل اطلالتكم. ناعم جدا جدا جدا، وهي كمان بعد ما استعملته شوفوا تثبتوا الحواجب بدون طول اليوم. فالرابط حيكون تحت الوصف لكل الناس اللي حابة تشتري. فاليوم عندي تحديات لك كثير خطيرة يا ماما. اوكي، هلا انا حاعطيكي تحديات وانت حتعطيني تحديات. انت اذا سحبتي كلمة يس حتعملي التحدي، حتعمليه ما في مجال. اذا سحبتي كلمة نو انا اللي رح اعمله. ايوه مش هيك، ما لازم نصعبهم. بالضبط، خلص لازم يكونوا كثير صعبين لانه باي لحظه بكون انت رح تعمليها. فهمتي علي؟ ايوه، هي هي الفكره. هلا انا رح اعطي التحدي لميسان. خايفه اقلب السحر على السحر، والله ما بعرف. يلا خلص اثبتي، دوختيني. يلا عشان ما يخايلوا لبرا. اوكي، لانك انت شريره. ما سمعتي هيك. طلعت لي انه يعني ماما حتلبس فستان عروس. لا لا، انت كم مرة لبستي فستان عروس بحياتك؟ 20 مرة. اي مرة؟ مرة. هاي تحتون الثانية. لا 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 لا. The first challenge. اجينا لأحلى فقرة بالفيديو، ماما حتلبس فستان العرس. ما رح البس. لا بلا، اصلا الجو حلو وهيك بتستمتعي وانت لابسة فستان. يلا هلا حنفوت على المحل وماما تجرب الفستان ونشوف كيف حيطلع عليها. اوكي وصل. داي 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 لك خلص بلاكم. بدك تطفي؟ حسن بلاش، حد ما نقول ماما خلص ما بيصير. تحدي تحدي. الله، في فساتين من كل الستايلات وكل الانواع والاشكال. انا ولا مره شفت امي فستان العرس، بس اليوم، ولما تجوزت انا ما كنت خلقانه اساسا. اوكي ماما، عندنا هذا الفستان، شو رايك فيه؟ بالله عليك مو حلو؟ شوفي ما احلاه. بجنن، بيطلع عليك بجنن، بسطتي. A few moments later. اوه ترى ماما. الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. لا مستحيل، ما رح تطلع برا. لا شوفي شوف العالم اللي بيسان. خلصي شو؟ يلا تحدي. لسه في 20,000 تحدي. بس هي 10 دقائق لازم تضلي هون. لا بصير بردت اصلا. لا ما بصير. لسان بطل شو؟ سمعته. مبروك مبروك. خلصي يا شيراح.
مين ده؟ هذا شبع بيزغط؟ يجي العالم يزغط. يلا راح يجون زفوت. هاي ميت ضحك. احلى تحدي بالحياه. يا هلا خلصنا. شمستني يا جماعه، شمستني. كم بنت يوتيوبر. يلا خلصنا يا جماعه. خلصنا. Second challenge. التحدي انه ماما حتنزلي على الشوارع، اوكي؟ وبده يكون معك ورد. بدك تقنعي العالم تشتريهم، كيف شلون؟ لا لا واحد بقعة الورود. حبيع ورد. لا، طلع لها لا. يعني انت حتبيع الورد. يعني انا حبيع الورد. هلا حنا وقت نوزع الورد، لازم نكسب فيهم بيعون فلوس. لا تبيعهم، بيعوا سوري ما الورد، لازم نأمن مستقبلنا. في عندي ورد بيع ورد، بدك تشتري؟ لا مش عارف. بس ما وردي وحدي ماشي. سعر 150. Why are we still here? Just 200. شكرا، مع السلامة. واو 200. وردة؟ عن جد؟ عارفينك وردة حقها 150. ايه اذا بتشتري وحدة بتتصور. والله خوش بزنس. اوه 20 يورو. جايز معي وردتين، شوفوا هدول مستحيل ينباعوا، شكلي حوزعهم توزيع. والله النصب علينا بدل ما نربح، فكرنا الشغلة مربحة طلعت ما مربحة. مرحبا مرحبا، من شانو بلاش هدية هدية. اوه نو، مع السلامة. خلصتي ربحنا 200 ليرة. The third challenge. I'm going to go to the next one. حبيبي بتجنن الغنيه يا احبابي، بتجنن فوق كلياتكم. اوكي بتجنن، بس ليش حتى غنيها من المترو يعني؟ لا غنيها بصوت عالي، اذا ما سمع كل المترو ما برضى. ايه بقرا لي بدي اسمع واحد. هي يلا غني. اوكي يا جماعه، هلا انا بالترام بالمترو وراح اغني مثل ما طلبت مني ماما، الله يسامحك. يلا غني. يلا يلا واحد. Third challenge. بما انه كثير تعبت وجعت بدي اكل طبخه وانت تطبخي لي اياها. انسي، نحن قاعدين بفندق، لا في غاز، ما في حاجه. لا لا خليني كمل. ما راح اطبخ. خليني كمل. حتفوتي على مطعم اللي لهم بنتي ما بتاكل من ايد اي حدا، بدي انا اطبخ لها وتطبخي بنص المطعم. رح خمض عيوني. على اساس يعني انت عم تشوفي اذا فتحت ولا لا. يس حتطبخي. مرحبا، معنا هون الشيف يا جماعه. بدك تساعد ماما؟ بدي ماما تطبخ لي اليوم، شو رايك؟ انا ما بدي اساعدها. لا انت انت لا ما تساعدها، خلص لا تساعدها. خلص هلا بدي طبخه من اكلي ونحن بالفندق، ما حاحسن بالمخلف. شو بدنا نعمل؟
طيب يلا غريب كيف واضح. اوكي يلا تفضل. كان نفسي بدي اكل بقى ومع مطبوخ. لا بدك تطبخي. طب يعني لا حكم القوي على الضعيف. هلا ما فيني رح اطبخ لكم فريكي. ماما فريكي خلينا ندوق. ها بشري جمال طمن بشري. هجوم رشيت والله العظيم. ها هي طبختها عليه ايش قد تدفعين؟ صراحه ساعدني فيها الشيء. لا ما طبختيها انت حتى عملت الملوخيه لانه حسكن بدكم ملوخيه كثير 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 طيبه. مو طبخات امي ابدا. لا لا طبخت طبخت الشيف. يسلموا ايديك يسلموا ايديك. شكرا. مع انك غششت بس. اوكي جايز لهون بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اللي عجبكم الفيديو يحط لايك يشتركوا القناه ويفعل الجرس. اليوم كان يوم حافل صراحه. تعبنا. ماما كانت قد كل التحديات انا كنت قد كل التحديات. واذا عندكم افكار جديده حابين اني انا اعملها تحت على الكومنت اكتبوا لي كل افكاركم وانا بحاول اعملها. باي. بحبكم. قربنا على 10 مليون. اشتركوا بالقناة. باي.